الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بدعم الصناعة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين. مدبولي يجتمع بالمجموعة الاقتصادية ويؤكد استمرار التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لمواجهة الظروف العالمية الراهنة. وكييف تطالب بعقوبات اقتصادية أوروبية على موسكو بسبب استفتاءات لضم 4 مناطق أوكرانية. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تواجهها، مشددا على أنه سيتم الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لعدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها. احنا بنبذل أقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت، وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها، على العالم كله، على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء. لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن، واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او 2 بالكتير نكون كل المعوقات اللي كنا بنتكلم فيها تكون خلصت. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الحكومه لتشجيع رجال الاعمال للتوسع في اقامه المدارس المهنيه وتخريج عماله ماهره ومدربه تكون لديها فرص عمل حقيقيه. ونوه الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات او غيرها لإيجاد حلول للمشكلات التي تحتاج إلى التطوير. إحنا مستعدين من خلال المدارس الفنية اللي موجودة، وفي رجال أعمال عملت كده، يعني في رجال أعمال عملت مدرسة، وفي رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من العمالة، ويعني علمتهم في المدارس ديت وخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم. اللي انا عايز اقوله هنا ان احنا مستعدين نتوسع في هذا الامر، وبنشجع رجال الاعمال على ده، على ان احنا النهارده ان يساهموا معانا. انا هنا مش بتكلم في مساهمه ماليه، انا بتكلم يساهموا معانا في ان هو مسار اعداد وتاهيل خريج من المدرسه دي يكون عنده فرصه حقيقيه سوق العمل. انا بتكلم في النقطه ديت. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عرض مشاكل المستثمرين ليس عيبا في الحكومة أو في الدولة، ولكن يتم عرضها من أجل إزالة جميع معوقات الاستثمار. وبالتالي احنا كدولة مع رجال الأعمال في مصر نحط ايدينا في ايدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينا ورجال الأعمال في مصر نحلها. ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي احنا يعني هنطلق أجندته دكتور مصطفى في مش كده أول الشهر ده، ويعني في خلال الشهر الجاي هنكون بنتكلم في فعالياته. أرجو أنه هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال أن هم يعرضوا بشكل أو بآخر المصاعب اللي بتقابلهم. وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجوده بتقابل يعني مستثمر، ده مش عيب في الحكومه او في الدوله. احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله، عشان ما يبقاش فيه مشكله ابدا تعوق الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم مساهمة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري لا تقل عن 75%.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وأن هذا ليس رقما كبيرا بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة. لو ممكن، مش ممكن بقى ده الكلام ده احنا عملناه وقلنا ان احنا هنخش على مناطق بعينها ونجهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار او اللي هو يعني الاجراءات الادارية اللي بتتعمل في مثل هذا المجال. انا اتصور ان اللي احنا شفناه النهاردة النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية. اذا كنا بنتكلم على ان احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون انها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير. هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر. شارك الرئيس السيسي في الجولة التفقدية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار. شملت الجولة التفقدية عددا من معارض الصناعات والمصانع المختلفة داخل منطقة الاستثمار. أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لافتتاح المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها في محافظة القليوبية، والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الفيديو كونفرنس. جاء ذلك خلال افتتاح مشروعات قومية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له بأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس إلى باريس حاليا تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. تناولت المناقشات العلاقات البرلمانية واختصاصات مجلس الشيوخ المصري، حيث استعرض المستشار عبد الرازق مع أعضاء الجمعية الطفرة الهائلة التي حدثت في مصر في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصادية والعمرانية والتكنولوجية والصناعية والبنية التحتية، فضلا عن حقوق الإنسان وشرح محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة،
التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة. كما تم خلال الاجتماع استعراض سيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال مدبولي إن توجيهات الرئيس السيسي تتضمن العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، وذلك سعيا للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 501 من القضايا التموينية المختلفة بمضبوطات بلغت قرابة 164 طن مواد غذائية وغير غذائية، وتم ضبط أكثر من 116 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط قرابة 48 طنا، كما تم ضبط 721 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 154 قضية خبز ناقص الوزن و 122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. استمرارا للضربات الأمنية المتلاحقة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لضبط الجرائم التموينية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط قرابة 74 طن دقيق أبيض وسكر وأرز تم حجبها عن التداول بالأسواق بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بهدف رفع أسعارها. كما تمكنت من ضبط أكثر من 51 طن دقيق بلدي مدعم استولى عليها مسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 47 طن ونصف سكر وزيت وأرز قام المسؤول عن مضرب أرز بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وتمكنت الإدارة من ضبط 20 طن سكر تموني مدعم استولى عليها المسؤولان عن مصنعين لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة والمنيا لبيعها بالسوق السوداء. الإدارة نجحت في ضبط 21 طن أعلاف حيوانية بحوزة ملك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط 609 ألف عبوة سجائر محلية ومهربة جمركيا ومقلدة تم حجبها عن التداول بالأسواق بحوزة ملك مخازن لتجارة السجائر والأدخنة ببني سويف. وعلى صعيد ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة، نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 132 طن دقيق ومكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للتداول بالأسواق بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة. كما تمكنت من ضبط نحو 179 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها ومقطعاتها وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظات الجيزة والغربية والبحر الأحمر والقاهرة. ونجحت في ضبط 100 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية. وتمكنت من ضبط قرابة 82 طن مخللات وملح طعام ومواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولين عن مصنعين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 15 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة على طرحها للتداول بالأسواق بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات ببني سويف. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 22 طن مستلزمات إنتاج حلوى مولد وأكثر من 23 طن منتج نهائي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج حلوى المولد بالقاهرة.
كما نجحت في ضبط نحو 26 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن 8 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالغربية. الإدارة تمكنت من ضبط 150 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتضر بالثروة الحيوانية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالمنوفية، وضبط 15 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بمحلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستقبال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. المزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. تحية لك محمود. دائما الاهتمام بالتفاصيل يصل بنا إلى الكم والكيف المستهدف والمنشود. استعدادات كثيرة في شرم الشيخ لاستضافة COP27، ضعنا في أهمها، تفضل. نعم، بعد التحية بالطبع كما تحدثت، استعدادات كبيرة جدا تتم هنا على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال قمة المناخ COP27. اليوم يعني قمنا بجولة تفقدية رصدنا فيها العديد من النقاط الهامة التي سنتحدث عنها مع حضراتكم في يعني هذه التغطية الحية والمباشرة من مدينة شرم الشيخ. مشروعات عديدة كما تحدثنا سابقا في مختلف المجالات، لكن لعل أهم هذه المشروعات هو المشروع التي نحن نتواجد به الآن، وهو مشروع الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ. كنا قد رصدنا لحضراتكم ولعلكم ستشاهدون يعني هذا المشهد في الممشى السياحي صباحا، لكن الصورة ليلا تختلف كثيرا، ربما تكون أجمل وأحلى بكثير من الصباح. يعني هذا الممشى السياحي به العديد من الخدمات التي تجعله من أهم المشروعات الموجودة هنا في مدينة شرم الشيخ. أولا، ما يميز هذا الممشى السياحي وأنه من أهم المشروعات أنه يتواجد في طريق السلام. طريق السلام هو من أهم الطرق الموجودة داخل مدينة شرم الشيخ، ويربط المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ ببعضها البعض. أيضا طريق السلام يشهد بالتزامن مع مشروع الممشى السياحي يشهد العديد من أعمال التطوير الخاصة بالرصف، وأيضا الخاصة بأعمال الإنارة، وأيضا الخاصة بالتجميل. فهذا الطريق يخدم الممشى السياحي بصورة كبيرة جدا. لكن إذا تحدثنا عن الممشى السياحي بشكل خاص، يعني دعونا نرصد لكم المشهد ليلا في الممشى السياحي كيف يكون وكيف هي الحركة داخل الممشى هنا في مدينة شرم الشيخ، ولعلكم ستلاحظون الفارق ما بين الصورة صباحا والصورة ليلا. لعل الصورة ليلا أجمل بكثير. فهذا الممشى السياحي الذي ترونه به العديد من مقاعد الجلوس الموجودة التي يستطيع الزائر أو الوفود التي ستكون مشاركة في قمة المناخ COP27 أن يتمتعوا بهذا الممشى وهذه المقاعد التي سيتم الجلوس عليها. أيضا الممشى السياحي يحتوي على عدد من البرجولات الخشبية والخرسانية، نتحدث عن 59 برجولة خرسانة وأيضا 83 برجولة خشبية. فهذا الممشى السياحي أيضا على الرغم أنه لم ينتهي من أعماله بالكامل، يعني كلها أيام قليلة وسيتم الانتهاء بشكل كامل من هذا المشروع، لكن الممشى كما تشاهدون الآن يشهد حركة ترويجية كبيرة جدا من السائحين والزائرين لمدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، يستمتعون بقضاء وقت ممتع داخل هذه المدينة، التقاط الصور. فبالتالي رغم أنه لم ينتهي من الأعمال حتى الآن، لكنه يعني الزائرين يستمتعون بقضاء وقت في هذا الممشى. أيضا المميز في هذا الممشى أيضا أنه يحتوي على 82 محلا تجاريا يقدم كل
كل الخدمات التجارية والترفيهية الممكنة للزائرين والوفود المشاركة في قمة المناخ COP27. أيضا هذا المشهد يعني في الممشى السياحي كما ذكرنا في بعض الحدائق المركزية فيها بعض الأشجار المثمرة، بعض أعمال الإنارة التي بالطبع تضيف لمسة جمالية هامة على هذا المشهد. ومنذ أن تواجدنا منذ صباح هذا اليوم لرصد هذا المشهد أيضا رأينا نقطة أخرى هامة في غاية الأهمية، وهنا سنتحدث عن شيء هام جدا وهي المنطقة الترفيهية. المنطقة الترفيهية التي قمنا بالتواجد فيها اليوم وهي خاصة بتقديم كل الخدمات الترفيهية الممكنة للزائرين وأيضا الوفود المشاركة، هذه المنطقة الترفيهية تتواجد داخل أيضا الممشى السياحي. لكن ما رصدناه في هذه المنطقة الترفيهية ولابد أن نتحدث عنه هي الإرادة التي رأيناها، إرادة الدولة المصرية دائما في تنفيذ العديد من المشروعات في أسرع وقت. رأينا خلية نحل بمعنى الكلمة تعمل في هذه المنطقة الترفيهية للانتهاء منها في أسرع وقت، لأنها منطقة مهمة ستقدم العديد من الخدمات الترفيهية للزائرين والسائحين. فبالتالي رأينا عدد كبير جدا من العمال كل يعمل في موقعه وكل يؤدي المهام المطلوبة منه للانتهاء من هذه المنطقة الترفيهية في أسرع وقت لتقدم كل الخدمات بجانب الممشى السياحي الموجود. أيضا على بعد كيلومترات من هذه المنطقة الترفيهية المسرح الروماني، المسرح الروماني التي يتم العمل على تنفيذه الآن لأيضا تقديم خدماته الثقافية والفنية المختلفة. ما يميز أيضا الممشى السياحي أنه يتواجد بالقرب من طريق الملك سلمان، وطريق الملك سلمان هو طريق هام جدا، يتم الآن العمل على أيضا رفع كفاءة هذا الطريق وأيضا تطويره وإنشاء كوبري علوي يربط هذا الطريق بالطريق الدائري. لكن الأهم هو هذا الطريق، طريق السلام، الذي أيضا يشهد مزيد من أعمال التطوير. نعم. إلى جانب هذه الجولة التي رصدناها لحضراتكم اليوم، كان منذ قليل يعني اجتماع لسيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمجلس التنفيذي بالمحافظة. بالطبع يعني المحافظ يتابع كل يوم المعدلات التنفيذ وصلت إلى أين، فتابع مع المجلس اليوم أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروعات وأعلن أنه يعني كل المشروعات سيتم الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر الجاري، وسيتم افتتاح كل هذه المشروعات أيضا نهاية الشهر الجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من كل المشروعات وأن تكون مدينة شرم الشيخ مستعدة ومتأهبة لاستقبال الوفود المشاركة من كل دول العالم. أيضا أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه يتم إنشاء 3 محطات توليد للطاقة الشمسية، وأيضا سيكون هناك إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق الموجودة. وهنا نقطة هامة جدا، لأن الكل يعلم أن مدينة شرم الشيخ تتأهب لأن تكون صديقة للبيئة، وهذا الممشى يعني الجدير بالذكر أن هذا الممشى أيضا يحتوي على مسار للدراجات للتشجيع على استخدامها وقت انعقاد المؤتمر. فمسألة وجود بعض المحطات لشحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق هي نقطة هامة جدا، لأن هذه الفنادق سواء كانت المحيطة بقاعة المؤتمرات التي سيكون بها المؤتمر أو حتى بالفنادق الموجود بها الوفود المشاركة أو الزائرين الذين بالطبع سيستخدمون هذه السيارات الكهربائية، فبالتالي مهم جدا أن يكون هناك محطات تخدم هذه السيارات ويتم شحن هذه السيارات. أيضا أعلن المحافظ اليوم أنه سيتم الانتهاء من منظومة التاكسي في 15 أكتوبر المقبل، بحيث تكون المنظومة جاهزة تماما، وأيضا أكد على توفير أكثر من 2000 زي للسائقين عبارة عن بدلة وكاب وحذاء، وأيضا أكد على أنه سيكون هناك تعليمات خاصة بالمواقف وبوسائل المواصلات المختلفة داخل مدينة شرم الشيخ، وسيكون هناك أيضا تعليمات للسائقين. هذه التعليمات سيتم العمل بها وقت انعقاد المؤتمر، وأيضا سيتم الالتزام بها بعد الانتهاء من المؤتمر حتى تكون
وتيرة العمل ونظام العمل الدائم هو الذي سيكون موجود في مدينة شرم الشيخ في الفترة المقبلة، بحيث أن تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة وأيضا بها كل الأنظمة المتبعة وقت المؤتمر وأيضا بعد الانتهاء من المؤتمر. يمكن هذه صورة حية من أحد المشروعات الهامة بمدينة شرم الشيخ، وبالطبع سنتابع معكم في الخدمات الإخبارية القادمة كل المشروعات الموجودة على أرض مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ COP27. والآن عودة إليكم في الاستوديو. محمود، أنت لفت إلى كلمة الإرادة وأضيف عليها كلمة الإدارة من خلال الدولة المصرية ومن خلال محافظ جنوب سيناء، والاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة للوصول إلى الصورة الكاملة في النهاية. محمود جميل، أشكرك جزيل الشكر على هذا العرض الوفي. أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية لاستفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا كلية أو جزئية تظهر تأييدا للضم، وذلك بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا. وأفادت وكالات أنباء روسية أن اللجنة الانتخابية الروسية أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا. نتحول إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة الأوكرانية والاستفتاء الروسي لضم 4 مناطق أوكرانية. والآن نتابع كلمة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. من الأمن الجماعي، لأن استقلال بلادي يمثل أهمية قصوى بالنسبة للكثير من عناصر الأمن العالمي، ويحتاج العالم أيضا إلى هيكل أمني محترم ويحتاج لسلام، فهو أمر هام. أود من الجميع أن يتفهم هذا الأمر. إقرار واعتراف روسيا بهذا الاستفتاء المخزي أمر طبيعي، وتنفيذ سيناريو القرم في محاولة إضافية لضم أراضي أوكرانيا سيعني أنه لم يعد بالإمكان مناقشة أي شيء مكان مع هذا الرئيس، رئيس روسيا، فيجب أن يقف وحيدا أمام الإنسانية جمعاء. نحتاج لإشارة واضحة من كل بلد في العالم، وأنا أؤمن في قدراتكم على اتخاذ القرارات. أشكر الرئاسة الفرنسية على منح هذه الفرصة بالمشاركة في هذه الجلسة. شكرا لكم جميعا وتحيا أوكرانيا. أشكر سعادة السيد زيلينسكي على بيانه. أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء مجلس الأمن الذين يرغبون في تناول الكلمة، والكلمة للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا سيدي الرئيس. أشكر وكيلة الأمين العام روزماري دي كارلو على إحاطتها اليوم، وأشكر الرئيس زيلينسكي على بيانك. الزملاء، قبل حوالي 7 أشهر، 7 أشهر فقط، اجتمعنا ليلا في هذه القاعة لمناقشة كيفية صون السلم في أوكرانيا. وحينها اختار بوتين الحرب عوضا عن ذلك، وقد أوضح بوتين ماهية هذا المجلس بالنسبة إليه. والأسبوع الماضي قاد من أكثر من 100 دولة من حول العالم اجتمعوا في نيويورك لإعادة التأكيد على التزامهم بميثاق الأمم المتحدة والكثير من مبادئه ومقاصده التي قاموا بإعلائها: السيادة والسلامة الإقليمية والسلام والأمن. عوضا عن الحضور في هذا الأسبوع رفيع المستوى، أعلن بوتين عملية تعبئة عسكرية جزئية في روسيا، وطلب بإعداد استفتاء مخزي سريع في الأراضي الواقعة تحت سيطرة روسيا، وهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد بلد غير حائز على الأسلحة النووية لضمان المكتسبات العسكرية غير المشروعة لروسيا. وهدف كل ذلك واضح وجلي،
تسعى روسيا لضم تلك الأراضي ولا تحترم روسيا هذه الهيئة. النمط واضح أيضا، فبوتين عمدا اختار هذه اللحظة بهذا الميثاق الذي يحدد مبادئ التي نعليها جميعا، وهي السيادة والسلامة الإقليمية والسلام والأمن، وقام بذلك خلال أهم أسبوع بالنسبة للأمم المتحدة، الأسبوع رفيع المستوى. تابعنا جزءا من جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة الأوكرانية والاستفتاء الروسي لضم 4 مناطق أوكرانية. تضمن هذا الجزء كلمة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والمتحدثة باسم الولايات المتحدة الأمريكية. ذكرت وسائل إعلام روسية أن البرلمان الروسي قد يبحث دمج المناطق الأوكرانية 4 التي شهدت استفتاءات إلى روسيا في 4 أكتوبر المقبل. وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية إنه من المتوقع أن يخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غرفتي البرلمان لاحقا خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد الانتهاء من تصويت الاستفتاءات بالمناطق الأوكرانية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إنقاذ الأفراد في جميع المناطق التي يجرى فيها الاستفتاء بأوكرانيا على رأس أولويات بلاده. وفي سياق آخر اتهم بوتين الدول الغربية بممارسة خداع وسياسة جشعة، مشددا على أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم. بالطبع اليوم في خضم العملية العسكرية الخاصة والاستفتاءات في دونباس، يأتي إنقاذ الأفراد في جميع الأقاليم التي يجري فيها الاستفتاء على رأس أولوياتنا وفي صميم اهتمام مجتمعنا وبلدنا، وهذا أمر طبيعي لأنه مرتبط بأحداث مأساوية. حثت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تنظيم استفتاءات لضم 4 مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا، وقالت إن ما تقوم به موسكو لن يغير التحركات في ساحة المعركة. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بعد محادثات في كييف مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قال إن فرض عقوبات على أفراد لا يكفي كعقوبة على الاستفتاءات. من جانبه أكد الأمين العام للناتو يانس ستولنبرغ دعم الحلف لسيادة أوكرانيا، مشيرا لعدم شرعية الاستفتاءات التي أجرتها روسيا. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جومبير إن الولايات المتحدة ترحب بالروس الذين يطلبون اللجوء. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه يعتقد أنه بغض النظر عن جنسيتهم يمكنهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة وبتقديم طلباتهم على أساس كل حالة على حدة. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قال إنه على الرغم من التهديدات الروسية لأوكرانيا وحلف شمال الأطلنطي باستخدام الأسلحة النووية، فإن البنتاغون لم يرى أي تغييرات من شأنها تغيير الموقف النووي الأمريكي. وأضاف متحدث البنتاغون باتريك رايدر أن واشنطن تأخذ التهديدات الروسية محمل الجد، لكن دون تغيير في السياسة النووية. دعت الحكومة السويدية إلى اجتماع طارئ لمناقشة تسرب الغاز من خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق. في غضون ذلك قالت الرئاسة الروسية الكريملين، قالت إنها لا تستبعد أن يكون عملا تخريبيا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق. وأضاف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن الرئاسة الروسية قلقة بشدة إزاء هذه الواقعة
التي تتطلب إجراء تحقيق فوري في ملابساتها، لأنها تمثل قضية تتعلق بأمن الطاقة في القارة بأكملها. كانت مراكز لرصد الزلزال في الدنمارك والسويد قد سجلت انفجارات قوية في نقاط تسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم. So we can afford now to stay alive in economic plan. اعتبرت كييف تسرب الغاز من ثلاثة مواقع من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 هو نتيجة لهجوم إرهابي مخطط له من موسكو ضد الاتحاد الأوروبي. وقال مستشار بالرئاسة الأوكرانية إن روسيا تريد زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي في أوروبا وبث الذعر قبل الشتاء، على خلفية مخاوف من أزمة طاقة غير مسبوقة الأشهر المقبلة. قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في بريطانيا. في غضون ذلك قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، قال إنه من المرجح أن يعلن البنك عن ارتفاع كبير في سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في نوفمبر. يأتي ذلك بعد إطلاق الحكومة لخطة خفض الضرائب ما أدى لاضطرابات في الأسواق المالية. وحذر كبار الاقتصاديين والمستثمرين من أن ثقة المستثمرين المتدنية جدا في الأصول البريطانية لن تتعافى إلا إذا تم إلغاء الخطة الاقتصادية. وخسرت الأسهم والسندات في المملكة المتحدة ما لا يقل عن 500 مليار دولار منذ أن تولت ليز تراس منصب رئيسة الوزراء. وإلى ألمانيا، حيث قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني روبرت هابك إن بلاده ستبقي محطتين من محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية قيد التشغيل حتى أبريل للمساعدة في منع حدوث نقص محتمل في الطاقة في الأشهر المقبلة. كان مسؤولون في ألمانيا أكدوا التزام الحكومة بخطتها لإغلاق المحطات النووية المتبقية هذا العام، لكنها تحتفظ بخيار إعادة تنشيط اثنتين منها في حالة نقص الطاقة. يأتي ذلك في إطار سعي ألمانيا لضمان تدفئة المنازل والكهرباء هذا الشتاء في ظل انخفاض تدفق الغاز الطبيعي من روسيا. قالت وزارة الطاقة اليونانية إن أثينا اقترحت إنشاء صندوق أوروبي بمليارات اليورو يتم تمويله جزئيا من فرض ضريبة غاز على منتجي الطاقة لدعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ولمساعدة أوروبا على استبدال الغاز الروسي. وقال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، قال إنه من الممكن فرض ضريبة خاصة بقيمة 10 يورو لكل ميجاوات في الساعة على الغاز الذي تستهلكه شركات إنتاج الكهرباء، مضيفا أنه يمكن لدول الاتحاد الأوروبي تحصيل إيرادات سنوية إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات يورو من خلال تلك الرسوم، ومساعدة أوروبا في الحصول على قرض بنحو 80 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لإنشاء الصندوق المقترح. Demand reduction mechanism that will give the necessary. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتعيين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء. قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إنه ليس من اختصاصاتها حل البرلمان،
وشددت المحكمة أن المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية، لكنها في سوء تطبيق الدستور وسوء التعامل معه. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة عامة لمجلس النواب الخميس المقبل، وذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشيل عون الذي تنتهي ولايته في 31 من شهر أكتوبر المقبل بعد 6 سنوات قضاها في السلطة. حدد الدستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية 2/3 من مجلس النواب في الدورة الأولى، فيما يكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. رفضت المحكمة الدستورية الكويتية طلب وقف الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الخميس المقبل، ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي وسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة بهدف إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه داخل مجلس الأمة لمدة 4 سنوات قادمة. في حياة كريمة، وقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة آية عمر، وذلك بمقر الأكاديمية. واتفق الطرفان من خلال البروتوكول على دعم الجهود المشتركة للمؤسستين وتقديم الأكاديمية الخدمات التدريبية اللازمة للعاملين بمؤسسة حياة كريمة والمتطوعين بها وعقد الأنشطة المشتركة بين الجهتين. عقدت مؤسسة حياة كريمة أول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لكون المؤسسة مظلة للعمل التطوعي والتنموي في المبادرة الرئاسية. تأتي هذه الندوة في إطار الدور التوعوي لمؤسسة حياة كريمة وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعقد المؤسسة سلسلة ندوات بالجامعات لتوعية الطلاب ولتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وكذلك لتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا عن الحركة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة والموافق يوم 27 من سبتمبر من كل عام. أوضح الجهاز أن عدد السائحين الوافدين بلغ 4,900,000 سائح خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1,600,000 سائح خلال النصف الأول من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 85.4%، وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغ 52,600,000 ليلة سياحية خلال الفترة من شهر يناير حتى يونيو الماضيين، بنسبة ارتفاع قدرها 63.6% عن نفس الفترة من العام الماضي. احتفلت محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمي من أمام معابد الكرنك، والذي يقام هذا العام تحت شعار إعادة التفكير في السياحة. وبدأت الفعاليات من أمام معابد الكرنك بعدد من العروض الفنية والموسيقى الفولكلورية وسط جموع السياح والزائرين، كما تضمنت الفعاليات زراعة شجرة تضامنا مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 الذي تستضيفه شرم الشيخ بمشاركة دول العالم. طبعا مدينة الأقصر من المدن العالمية اللي برضو بتنتهج نهج كافة المقاصد السياحية لإبراز المنتج السياحي والأثري وجودة المنتج السياحي والأثري وتفرده. يمكن النهاردة عملنا زراعة شجرة
وكان بيشاركنا فيها مجموعة من السائحين المتواجدين معنا هنا في معبد الأقصر، وكان قد إيه هم طبعا سعداء بهذا النشاط إن هم بيشاركونا زراعة الشجرة هنا. مستعدين بكل توجيهاتنا في المعابد والمقابر وكل المواقع الأثرية في محافظة الأقصر على أتم الاستعداد لاستقبال كافة السائحين. ويمكن برضو احنا لزيادة التوعية واحتفالنا بهذا اليوم كان في قرار من مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور الأمين العام بأنه بنفتح مواقعنا كلها مجانا للمصريين وأجانب المقيمين وعرب وأفارقة. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. إطلالة على الاقتصاد مع مصطفى ميزار، أهلا بك زميلي. شكرا نهى توفيق، وشكرا أيضا يوسف عبدين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. فاز البنك المركزي بعدد من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي والذي يضم فيه عضويات أكثر من 100 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة. جاء ذلك تقديرا لجهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع. ضمت جوائز البنك المركزي جائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي. ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 13.1% لتسجل ما قيمته 2,722,000,000 دولار مقابل 2,406,000,000 دولار خلال موسم 2020-2021. هذا وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية زيادة الكميات المصدرة بنسبة 1.7% خلال الموسم التصديري الحالي لتسجل 4.3 مليون طن مقابل 4.2 مليون طن خلال موسم 2020-2021. استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد شركة كراسس فيتمت الروسية العاملة في مجال المعادن النفيسة واستخداماتها الصناعية. يأتي ذلك في إطار توافد الشركات الروسية على المنطقة في إطار الاتفاقات التي تمت بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد. وتم خلال الاجتماع استعراض المزايا والحوافز التنافسية العالمية والتي تقدمها المنطقة. إلى سوق المال، حيث تبينت المؤشرات مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع وسط تداولات متوسطة. ربح فيها رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 0.11% ليغلق عند مستوى 9817 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تساوي الأوزان بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 95% ليغلق عند مستوى 3206 نقاط. ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلع، ذكرت أن روسيا ستقترح على الأرجح أن يخفض تجمع أوبك بلس الإنتاج بنحو 1,000,000 برميل يوميا في الاجتماع القادم في أكتوبر، ورفض تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين ومن بينهم الولايات المتحدة، ومع ذلك انخفضت الأسعار بشدة في هذا الشهر لمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. تراجعت البورصات الأوروبية اليوم مع تواصل عمليات بيع الأسهم مدفوعة بالمخاوف المتصاعدة من الركود الذي يعم العالم مع تشديد بنوك مركزية لسياساتها النقدية. هبط المؤشر داكس الألماني 7%
ليبلغ أدنى مستوياته والتي كان قد بلغها في نوفمبر من عام 2020، بينما خسر المؤشر الإيطالي 1.2% متخليا عن كل مكاسبه بسبب نتائج الانتخابات العامة، وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا بنسبة 1%. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى فيها مع يوسف عبدين ونهى توفيق. أشكرك شكرا جزيلا مصطفى ميزار. احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات تراثية للزوار، وذلك بتخفيض 50% للتذاكر، وتستمر الفعاليات حتى 30 من الشهر الجاري. بحضرة الحضارة المصرية العريقة من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، تتجلى هنا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حكايات وأسرار تكشف من خلال فعاليات تراثية تقام للزوار بتخفيض 50% للتذاكر، احتفاء بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 30 من سبتمبر الجاري. المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة بينظم عدد كبير من الفعاليات اللي بتستمر خلال فترة الاحتفال اللي بتستمر حوالي 7 أيام على الأقل. هذه الفعاليات بتتضمن عندنا أول حاجة، أول شيء عرض لنموذج نسخة طبق الأصل، وهو النموذج الفريد لحي الرشيد الموجود بالمتحف البريطاني. احنا بنعرضه لأول مرة هنا في مصر علشان جمهور الزوار يتعرف على شكل حي الرشيد وتاريخه ومعلومات كتير عنه. الشيء الثاني اللي بينظمه المتحف هنا أيضا، إن احنا بنعرض لأول مرة الطبعة الأولى من كتاب وصف مصر. دي حاجة حلوة جدا، لأن احنا ستات كتير، أنا بشتغل، أنا مهندسة ديكور بس ما عنديش وقت أعمل الحاجات دي، فلما بخش على الصفحة بعرف الورش، باجي أحضر، بتفيدني أنا، بيبقى عندي وقت بعد الظهر بحاول أنا أجدد من نفسي. فعاليات وأنشطة تراثية وثقافية وتعليمية تنوعت ما بين اكتشف حجر رشيد التي يعرض المتحف بها لأول مرة نسخة طبق الأصل من الحجر لتعريف الزائرين بقصة اكتشافه وقيمته الأثرية بفك رموزه عام 1822، إضافة إلى نقوش على جدران الزمن وكتاب وصف مصر، وكذلك عدد كبير من ورش عمل يدوية ومحاضرات عن الحياة المصرية القديمة على مر التاريخ. على مدار 5 أيام عندنا ورش ليها علاقة بإعادة التدوير، على مدار 4 أيام للمرحلة العمرية من 8 ل 14 سنة. عندنا ورش للكبار زي الخرز، زي مبادئ وأساسات الهيروغليفية، ودي هتقام النهاردة إن شاء الله. وعندنا كمان ورشة الطباعة على النسيج، دي مجموعة الورش اللي بينفذها القسم التعليمي بالمتحف. احنا تعلمنا ازاي نعمل نربط الفن بالمتاحف والحضارة، وبالتالي عملنا مستنسخات عن مرور 200 سنة على علم المصريات وفك رموز حجر رشيد، وعملنا المستنسخات اللي هي بتضم العلوم بتاعة المصري القديم. أنا معجبة جدا بالديزاين بتاع المتحف، إن كمان بالذات قاعة المومياوات، التسلسل اللي هو الأجداد، الأسرة ماشية تسلسل الجد وبعدين الحفيد وبعدين الابن، حتى بتعرفي كل ملك منهم تاريخه وإنجازاته إيه. أنا عرفت برضو إن في تخفيضات اتعملتها المتحف، يعني إن الشباب اللي في الكليات تخفيض من 30 ل 15، دي حاجة حلوة. في نفس الوقت عرفت إن الناس الكبيرة التخفيض من 60 ل 30، فده أوفر حلوة للناس. في نفس الوقت أنا جيت عشان أتعرف على ثقافة يعني الحضارة بتاعتي، أنا حاجة أنا مش عارف أتعلمها، وفي نفس الوقت إن مومياوات يعني ملهاش أول من آخر وفيها ناس كتير ونتعرف ونتعلم برضو أكتر. حدث فارق في تاريخ الحضارة المصرية بمثل هذا اليوم، 200 عام على فك رموز الكتابة القديمة بحجر رشيد، مناسبة أتاح المتحف القومي للحضارة المصرية من خلالها الفرصة للزائرين المصريين والأجانب الاقتراب أكثر من تفاصيل الحضارة المصرية العريقة، انطلاقا من دور المتحف كمؤسسة تثقيفية ومنارة لإحياء التراث المصري والحفاظ عليه. سالي سالم، التلفزيون المصري.
أخبار الساحرة المستديرة بحظوظها وبعجائبها في نشرتنا الرياضية الآن. ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف من جديد، وشكرا نهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثانية، نصارد فيها مع حضرتكم أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. يلتقي المنتخب الوطني الآن مع نظير منتخب ليبيريا في مباراة ودية على استاد الأسكندرية، تشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل. أحرز الزمالك المركز الثاني في البطولة العربية لكرة اليد بعد خسارته من الترجي التونسي بنتيجة 29-28 في المباراة النهائية من المسابقة، وبهذه النتيجة توج الترجي بلقب البطولة العربية كما ضمن الصعود لنهائيات كأس العالم للأندية. حصل الدولي المصري مصطفى محمد على جائزة أفضل لاعب في فريق نانت الفرنسي خلال شهر سبتمبر الجاري. شارك مصطفى محمد في 11 مباراة مع نانت بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، وأحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفين آخرين. شارك مانويل نوير قائد وحارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني وزميله لاعب خط الوسط ليون غيرتسفايكي في تدريبات الفريق بعد تعافيهما من عدوى فيروس كورونا، وكانت الفحوص الطبية قد كشفت الأسبوع الماضي عن إصابة نوير وغارتسكا بالعدوى، وذلك خلال تواجدهما مع المنتخب الألماني خلال منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدين الكرام، وهناك الكثير من الأخبار في انتظاركم مع يوسف ونهى. شكرا لك مصطفى. من الرياضة إلى الفضاء، حيث اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمدا بكويكب بهدف تحويل مساره. تلك المركبة التي يقل حجمها قليلا عن حجم سيارة كما كان متوقعا بسرعة تزيد عن 20,000 كيلومتر في الساعة. نقلت وكالة الفضاء الأمريكية وقائع هذا الاصطدام مباشرة على الهواء. في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض، اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمدا بكويكب في محاولة لتحويل مساره. المركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلاً عن حجم سيارة اصطدمت كما كان متوقعاً بالكويكب بسرعة تزيد عن 20,000 كيلومتر في الساعة. وقبيل دقائق من اصطدام المركبة بالكويكب ديمورفوس الذي يبعد عن الأرض 11 مليون كيلومتر، أخذت صورة الجرم تكبر شيئاً فشيئاً مع اقتراب المركبة الفضائية منه أكثر فأكثر. وفي نقل حي بثت الكاميرات المثبتة على المركبة الفضائية صوراً مذهلة للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل ديمورفوس بما في ذلك سطحه الرمادي والحصى الصغير الذي يغطيه. ولحظة اصطدام المركبة بالكويكب وتحطمها عليه توقف بث الصور، وسيستغرق الأمر ما بين بضعة أيام وبضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان مسار الكويكب الصغير قد تغير فعلاً بسبب الاصطدام. والآن إلى آخر أخبار الطقس. الآن أيضا مع مصطفى مزار، تفضل. شكرا من جديد نهى، وشكرا أيضا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة، وهذه الجولة الأخيرة نستعرض فيها مع حضرتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله.
يتوقع خبراء هيئة الإرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الجو أيضاً حار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 35 درجة والصغرى 24، ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الإسكندرية 33 درجة والصغرى 24، يكون أيضا الجو فيها حار. في مطروح 31-24 ويكون الجو حار. في بورسعيد 31-25 يكون الجو حار. في الإسماعيلية 36-23 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 36 درجة مئوية والصغرى 24 ويكون الجو حار. في العريش 32-24 يكون الجو فيها أيضا حار. في طابة 35-24 يكون الجو حار. في شرم الشيخ 39-29 يكون الجو حار. في الغردقة 39-27 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 43 درجة مئوية والصغرى 26 درجة ويكون الجو فيها شديد الحرارة. في محافظة أسوان 43 درجة 28 أيضا الجو هناك شديد الحرارة. في الوادي الجديد 43-29 أيضا الجو شديد الحرارة. في شلاتين 38-28 يكون الجو حار. وأخيرا حلايب 35-27 يكون الجو فيها حار. والآن نترك حضراتكم مشاهدين الكرام مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم ومن المدن العربية والعالمية. والآن مشاهدين الكرام بعد أن استعرضنا درجة الحرارة محليا وعالميا نترك حضرتكم مع هذه اللقطة، لقطة اليوم، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. Thank you.
نهاية نشرة التاسعة، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بدعم الصناعة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين. مدبولي يجتمع بالمجموعة الاقتصادية ويؤكد استمرار التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لمواجهة الظروف العالمية الراهنة. كييف تطالب بعقوبات اقتصادية أوروبية على موسكو بسبب استفتاءات لضم 4 مناطق أوكرانية. إذن نهاية لقائنا الإخباري، والآن هواء التاسعة يبدأ مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. ازيك يا نهى؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله يا نهى. يوسف خلاص تخطى حدود المنافسة. ليه بس؟ يعني خلاص، يعني لازم يبقى فاشن موديل كرافات مع البدلة يعني عامل جو عالي جدا، نجم سينما يعني خلاص. هو بعد كده مش هيكلمنا. لا لا والله، لا والله يعني اه يعني بعد كده بيقول مثلا صباح الخير يا يوسف، يبص لنا كده وبتاع ومعلش تناكه كده، بيروح عامل كده على الساعه، مش وقت، مش معاد كلامي. لا حاجه يوسف ما شاء الله، حبيبي. خمسه وخميسه كما جرت العاده. انتم متالقين، مستنيك بعد الهوا ان شاء الله. انت قاعد معانا؟ اه ان شاء الله بجد والله. طب هتبقى ليله يا عم. هتبقى ليله حبيبي يا يوسف. كل التوفيق. اشكرك يا نهى. شكرا يا يوسف، واستاذنكم نبدا فقراتنا.